مسلسل دايما عامر من المسلسلات اللي بتنافس بقوة في موسم رمضان الدرامي الحالي. دكتور عامر متخصص في تربية النشأ. كاريزمته بسم الله ما شاء الله. صباح الفل عم لطيف. وانت اللطيف. مع موضوعه المهم وأحداثه لأغلبها بيدور في مدرسة، ده اللي بيخليه يركز على مشاكل الشباب تحت العشرين، بيوضح التغيير اللي حصل في تفكير الأجيال الجديدة. بعد واقعة السرقة اللي تم اكتشافها خلال الأحداث، بدأت الحلقة 19 من مسلسل دايماً عامر باكتشاف عامر واللي بيلعب دوره مصطفى شعبان، الشخص اللي ورا واقعة السرقة اللي حصلت في المدرسة. ومفاجأة الحلقة اللي هنتابع تطورتها في الحلقة النهاردة من دايماً عامر كانت المكالمة اللي استقبلها طاطا أو الفنان القدير محمد التاجي من شخص مجهول هدده بأنه لازم ينفذ اللي هو عايزه وإلا هتتعرض بنته فدوى للخطر. ها طلع مين؟ إيه ده؟ ايه ده يعني كيس كشري قدامك؟ ما هو باين اهو. بصي ادي الفلوس اللي اتسرقت، وادي الطعم اللي اصطاد السمكه. وطلع مين؟ اوعديني الاول انك تتصرفي بدماغي. لا مش هوعدك. خلاص مش قايل. اوعدك بس اني مش هفضحه. ماشي. طلع مين؟